السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة الرافدين الفضائية، وذلك سنتناول الحملة التي دشنها الناشطون لمؤازرة ذوي وأمهات شهداء ثورة تشرين، طبعا على رأسهم إيهاب الوزني، في ظل التسويف والمماطلة من قبل حكومة الكاظمي وسط اتهامات لها وللقضاء أيضا الحالي بالتواطؤ مع قتلة المتظاهرين والناشطين. سيكون معنا في هذه التغطية في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأيضا عبر سكايب من بغداد الناشطة في التظاهرات الدكتورة إلى آلاء عبد اللطيف، وأيضا عبر سكايب من برلين المعارض السياسي الأستاذ علي الشعلان. أستاذ علي مرحبا بكم. مشاهدينا الكرام، قبل البدء في هذا الحوار نتابع وإياكم هذا التقرير. في العالم الحديث تكون الدول هي ولية دم الضحايا والمطالبة بحقه، فكيف إن أصبحت هي ذاتها متهمة بسفك الدم أو التواطؤ مع القاتل؟ عندها يحتضر القانون وتسود شريعة الغاب، والعراق الحديث مثال على ذلك. لم يكن إيهاب الوزني يعلم عندما اغتالته رصاصات الميليشيات أن دمه سيكون سراجا جديدا لثورة تشرين، وأن والدته المفجوعة به ستحمل هذا السراج لتنير للجيل الصاعد طريقا في ظلام العراق الحالك. عزيمة أم إيهاب على محاسبة القاتل الذي شخصته رسما واسما لم تفتر، حتى بعد أن أزالت القوات الحكومية خيمتها المعدة للاعتصام حتى محاكمة قتلة نجلها، بل صار صوتها هاجسا يهدد القابعين في الخضراء ويزيد من يقين العراقيين بأن لا سبيل سوى الخلاص من الطبقة الحاكمة بشتى السبل. من ذي قار وبغداد وواسط والنجف والبصرة تهافت المتظاهرون نصرة للأم المكلومة ومؤازرة لبقية أمهات الشهداء اللائي فقدن أولادهن على يد السلطة وأحزابها وميليشياتها. موقف حكومة الكاظمي بإطلاق سراح المدان بقتل الوزني القيادي في ميليشيا الحشد قاسم مصلح لا يبدو مستغربا، إلا أن الموقف الدولي الصامت أثار تساؤلات الناشطين. لماذا يصمت العالم على سلطة استخدمت كل أساليب القتل ضد شعب يتظاهر سلميا؟ بعثة الأمم المتحدة في العراق كانت مقنعة بمواقف الأحزاب، فقد أغضب مشهد تجاهل والدة الوزني الملايين، ولم تكن زيارة بلاسخارت لمنزله سوى محاولة لذر الرماد في العيون ودفع تهم التواطؤ مع القتلة، وهذا ما عبر عنه شقيق الناشط المغدور متحدثا مع مسؤولة البعثة الأممية في العراق. حسب علمنا كوننا لا نستطيع الاطلاع حاليا على أي شيء، ثم احنا ما نريد الامم المتحده تقلق وتستنكر. احنا نعيش ببؤره من الارهاب، بلد ما في لا امان ولا سلام. احنا نريد نعيش ببلد امن، بحياه رغيده، بعيش رغيد. تقلقون تستنكرون، شنو الفائده من هذا؟ اعملوا، افعلوا شيء، لا تبقون كمتفرجين. هناك من يتهم السيده بلاس خالد ان القاده السياسيين يكتبون لها تغريداتها قبل لقاء في مجلس الأمن، ويتمون أنها مرتشية وتتقاضى أموال من الأحزاب السياسية ومن قادة الأحزاب. فإن لم تتحركي في هذا القضية وفي قضايا قتل المتظاهرين فأنت فعلا كذلك. وكذلك أيضا تدور عجلة الرفض الشعبي للعملية السياسية ككل، رغم محاولات الأحزاب وضع العيدان لإعاقتها، إلا أن العراقيين قالوا كلمتهم، ولا بد يوما أن يستجيب القدر. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية لمن فاتته المقدمة الحملة التي دشنها الناشطون لمؤازرة ومساندة شهداء ثورة تشرين عن طريق ذويهم
وأمهات الشهداء، لا سيما طبعا أم الشهيد إيهاب الوزني. أهلا بكم أستاذ حسين مرة أخرى. يعني كما تعرفون هناك حملة يقوم بها الناشطون والمتظاهرون لمساندة ذوي وأمهات شهداء التظاهرات، لكن هنا السؤال ربما المطروح عادة، إلى أي مدى تعتقد أن هذه الحملة مجدية قانونيا وحقوقيا وحتى إعلاميا في موضوع التعريف بقضية شهداء التظاهرات؟ تحية لكم ولمشاهديكم والضيوف الكرام. أعتقد هذه الحملة كانت يعني قد أتت أكلها. علينا أن نعرف طبيعة المجتمع العراقي كيف يتعامل مع المرأة ومع هذه الحوادث. نعم. المرأة العراقية بطبيعتها مع كافة أطياف المجتمع هي يعني أكثر من درست الاحترام إلى حد القداسة. نعم. مساس بالمرأة تعتبر أو إهانة المرأة تعتبر مثلمة كبيرة على المجتمع وليس على الفاعل فقط. صحيح. هذا بكل أطيافه، يعني سنة الشيعة، أكراد، عرب، مسلمين، حتى المسيحيين من غير الديانات الأخرى، هذه طبيعة. نعم. داخل المجتمع العراقي. طيب. خروج والدة الشهيد إيهاب الوزني في هذا التوقيت وتفاعل الشباب معها هو فعل جيد وطبيعي جدا كردة فعل من الشباب. ما هو غير جيد هو موقف الحكومة العراقية اتجاه هذه المرأة وموقف الأمم المتحدة، ممثلة الأمم المتحدة عندما كانت يعني تطرق الباب على العجلة الأمم المتحدة ولا يعني تتفاعل معها ولا تتعامل معها. طيب. الحقيقة أن هذه طبيعة المجتمع العراقي تجاه المرأة العراقية عموما، سواء كانت أي حال من الأحوال، كانت أم، أخت، زوجة، بنت، بأي حال من الأحوال هذه هي طبيعة المجتمع العراقي، التفاعل السريع مع قضايا المرأة. نعم. وأعتقد أنه من الضروري يعني أزواج زوجات وأمهات الشهداء أن ينضموا إلى هذه الحملة مع والدة الشهيد إيهاب الوزني، لعلها تحدث يعني تأثير أكبر وأكبر. كلما اتسعت هذه الحملة وكلما تضامن معها الناس أكثر ستجد لها صداها، سيكون لها تأثيرا أكبر. طيب أستاذ علي، أجدد الترحيب بكم من برلين، المعارض السياسي الأستاذ علي الشعلان. أستاذ علي، هل تعتقد أن مثل هذه الحملات، حملات مؤازرة ومساندة ذوي شهداء ثورة تشرين، ربما هل تعتقد تشكل نوع من الضغط السياسي والأخلاقي في إيقاف استهداف المتظاهرين وبالتالي الكشف عن هوية من يقوم بقتلهم؟ نعم أستاذ محمد، أول شيء أحييك وحي ضيوفك الكرام ومشاهديك الكرام. أنا أبدأ من حيث ما انتهى تقرير قناتكم الموقرة. لا سبيل للعراق والعراقيين سوى الخلاص من هذه الطبقة الفاسدة التي تجثم على صدور شعبنا منذ 2003. لا سبيل. نعم، على كل العراقيين وعلى يعني تفاعل الشباب في كربلاء المقدسة أو في بغداد، التفاعل ضعيف جدا. على كل الشعب العراقي يتفاعل مع هذه القضية. أخي، في تونس شخص كانت عنده عربة يبيع بها عربة مثل البسطة، احنا نقول بالعامية العراقية، حرق نفسه قلب نظام بن علي. اليوم احنا من ثورة تشرين المباركة لهذا اليوم، من ثورة تشرين المباركة لهذا اليوم نعطي شهداء، الشهيد تلو الشهيد، الشهيد وتلو الشهيد. شنو فائدة احنا يطلع عنا الكاظمي مثلا او احد الطبقة الحاكمة الفاسدة في بغداد يقولون مثلا انه احنا شكلنا لجنة، احنا اولياء الدم. شنو فائدة هذا اخي؟ اني اقول لحضرتك وأبتدي من ما انتهى تقريركم، لا سبيل للعراق والعراقيين سوى الانقضاض على هذه الطبقة الفاسدة القابعة في المنطقة الخضراء وبسرعة، لأنه العراق والعراقيين لا يحتاجون مرة أخرى أخي إلى 18 سنة ثانية للسكوت على هذه الطبقة الفاسدة وتبديد ثروات العراق. نعم. طيب دكتورة آلاء، أجدد الترحيب بكم من بغداد، الناشطة في التظاهرات الدكتورة آلاء عبد اللطيف. دكتورة آلاء السلام عليكم. السلام
الأمر. دكتورة، نناقش اليوم الحملة التي دشنها الناشطون لمؤازرة ومساندة ذوي وأمهات شهداء ثورة تشرين، لكن السؤال المطروح هنا يعني ما هدف الحكومة والميليشيات في موضوع قتل المتظاهرين والناشطين وتغييبهم قسريا؟ ما هدف كل ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرة الضيوف الكرام والمشاهدين قناتكم. هذا الموضوع تبقوا أن غطيناه وتعمقنا فيه كثيرا. الحكومة على يقين تام أن من خرجت، الجماهير التي خرجت ضد نظامهم الفاسد هي جماهير قررت أن تنهي وجودهم بالعراق. فشيء طبيعي منهم أن تنشأ ردة الفعل هذه. أما بالنسبة للحكومة واللجان اللي أخواني اجتماعة تفضلوا بالحديث عنها، فهذه كلها رماد بالعيون. إحنا عارفين بشكل جيد إحنا ما طلعنا التشرين، لكننا نعرف أنه هو راح يواجه القتل وراح يواجه بهذا القمع المفرط اللي يستخدمه بسماء الحكومة المنفرد منه، أم حكومة الحكومة اللي الانتقالية واللي هو من على رأسها يصر أنها ليست انتقالية وقاعد يحط مشاريع لعشرين سنة إلى الأمام. ما أعرف يعني شنو من جاب هذا الثقة أنه هو راح يخلي الجماهير يستمر بهذا الوضع وإلى 20 عام مقبلة. نعم. هذا الجماهير طلعت هدفها إنهاء هذه الطبقة السياسية وإنهاء هذا النظام، ليس فقط الطبقة السياسية وإنما القوانين التي شرعتها هذه والاتفاقيات التي أبرمتها والتي أطاحت في العراق كدولة، وكذلك دستورهم الفاشل اللي وصلوه على مقاصه. هذا كله الإطاحة به تماما حتى يخرج العراقيين من بوبقة الانتحار اللي هم فيها حاليا، واللي يتلاشون شيئا فشيئا، واللي هويتهم أصبحت على المحك، وفي أي لحظة ينتهي شيء اسمه العراق. لازم العراقيين يكونون على وعي تام اننا نمر باخطر مراحل حياتنا. صحيح احنا نشد على هذه القنوات التي تدعو الى ازاله انظار المجتمع الدولي والراي العام العالمي حول ما يجري من انتهاكات العراق، لكن علينا ان نكون واعيين جدا من هي الجهات التي تدعو هذه الحملات. طيب احنا كثوار امكاناتنا محدوده معروفه. طيب دكتورة، آسف المقاطعة ولكن أنتقل إلى أستاذ حسين. أستاذ حسين، يعني كما تعرف المتظاهرون خرجوا في 1 تشرين الأول عام 2019 في ثورة تشرين المباركة، نتيجة الضغط على الحكومة استقال عادل عبد المهدي وأتى بالكاظمي على سدة رئاسة الوزراء. هل تعتقد أن مسألة إزاحة عادل عبد المهدي هو كان غرض وغاية المتظاهرين؟ لا، المتظاهرين لم يخرجوا على السيد عادل عبد المهدي فحسب، هم خرجوا على النظام. وأنا ذكرت سابقا وكتبت سابقا أن هذه المظاهرات تختلف عن سابقتها. طيب. المتظاهرين لم يخرجوا من أجل مطالب إدارية أو فئوية أو من أجل مطالب وظيفية، هذه ليست مطالب المتظاهرين. مطالب المتظاهرين مطالب سياسية، وخرجوا ضد نظام بكامله. طيب. وصرحوا بهذا سواء من خلال الشعارات أو من خلال الهتافات التي تبنوها. فبالتالي إزاحة أو إقالة عادل عبد المهدي قد يكون هدف بسيط أو ثانوي. طيب. من أهداف المتظاهرين قد يجوز يكون هدف مرحلي، لكن هو ليس الهدف النهائي لمتظاهري تشرين، وقد أعلنوا عنها صراحة. أعتقد العراق يعيش حالة مخاض وتحول جديد في النظام العراقي، لأن النظام القائم في العراق هو لا يصح للشعب العراقي. طيب. شعب العراقي شعب متعدد متنوع وبطبيعته ثوري، لا يتقبل الأنظمة الكهنوتية، لا يتقبل الأنظمة الثيوقراطية، لا يتقبل الظلم. بطبيعة الشعب العراقي لا يتقبل الظلم من أي كان. طيب. لهذا أعتقد هذا النظام لولا الدعم الخارجي والدولي لهذا النظام لما بقي لهذا إلى هذا الوقت، خصوصا أنه أصبح مرفوض. سابقا كانوا يقولون أنه هذول الغربية والموصل وأتباع النظام السابق ومن هذا الكلام. اليوم لو تجي
غالبية الشعب العراقي بكل أطرافه ترفض هذا النظام. عندما تخرج التظاهرات، بل هي انطلقت انتفاضة تشرين من وسط وجنوب العراق الذي يعتبرها هي العمق الاستراتيجي لهم. نعم صحيح. عندما تخرج من هذا المكان، إذا ما بقي لهذا النظام مكان، لأنه في مناطق الأكراد رفضوا قبل ذلك، وفي مناطق العرب السنة أو الغربية أو سميها ما شئت، وإحنا نسميه كل الشعب العراقي. نعم نعم. منذ البداية أعلنوا موقفهم من هذا النظام، لكن عندما تخرج تشرين من وسط وجنوب العراق بمعنى أنه هذا النظام لا مكان وغير مقبول. استقالة عادل عبد المهدي تسجل نقطة للمتظاهرين؟ بالتأكيد لهم. نعم. لأنه من 2003 وإلى 2021 لا توجد لا قوى سياسية ولا معارضة ولا شعبية ولا متظاهرين استطاعوا أن يضغطوا على حكومة حد الاستقالة. طيب. ولم تستقيل أي حكومة. اعطيني حكومة واحدة استقالة، أصلاً وزير ما يستقل. صحيح. نعم. فأقيلت الحكومة وعليها ملفات يعني. نعم. لا ننكر. طيب. نعم. أستاذ علي، جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هانس بلاسخارت، زارت عائلة الشهيد إيهاب الوزني، التقت بأم الشهيد إيهاب الوزني، ذو الشهيد طالبوا الأمم المتحدة بالعمل وليس فقط الاستنكار وشعورهم بالقلق إزاء ما يحدث في العراق، وأيضا طالبوهم ألا يكون موقفهم موقف المتفرج. كيف تعلق على ذلك أستاذ علي؟ أخي أستاذ محمد، بلس ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فقط للإعلام جلست مع عائلة الشهيد، فقط للإعلام، ترى أن تشوف الإعلام أنه الأمم المتحدة مهتمة بقضية العراق وهي للأسف ما مهتمة. إحنا أستاذ محمد، إحنا التقينا بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في الأردن في عمان، التقينا بها بأحداث ثورة تشرين المباركة. طيب. وانطيناها ملفات كاملة عن اللي يصير في العراق وعن الجهات التي تستهدف ثوار تشرين الأبطال، واعطيناها الأسماء، واعطيناها من هي الأحزاب التي تقود اقتيال الناشطين الأبطال الثوار في التحرير، كل هذا اعطيناهم إياه، وأبطال الناصرية زودونا بملفات واعطيناها والتقينا بها عمان، لكن فقط تعطي وعود. أصلا أنا أقدر أعطيك أزود حضرتك بملفات، ملف كامل اللقاء اللي صار بيننا وبينها. فقط من خلال الجلسة فقط أنت تنظر إلى وجه هذه الإمرأة فقط للمجاملة، تبتسم للمجاملة، يعني إحنا نقول إلها إحنا عندنا شهداء، عندنا شباب تنقتل على جسر قريب جسر التحرير. نعم. ويلقون بجيبة 250 دينار، تبتسم وكأنما يعني أنت يعني تقول لها يعني ما أعرف شلون أوصف لك إياها. هذه الإمرأة أخي عبارة عن إحنا نقول بالمثل العامية، يعني لاحظت جدية في مسألة الحوار مع بلاسخارت؟ لا أستاذ محمد، لا أكيد لا، يعني أنت حضرتك لو تقعد مع هذه الإمرأة. نعم. تلمس أنه هذه الإمرأة متواطئة تواطؤ كامل. مع عصابات الأحزاب، مع الأحزاب الفاسدة. أخي لا أمم متحدة ولا أي شيء حل العراق سوى الشعب العراقي ينتفض. الشعب العراقي عليه هاي 18 سنة اللي فاتت لازم درس يتعلم من عندها، أنه ثرواته دا تنهدر، نفطه دا ينسرق، فقط هو يحصل على الطائفية اللي يزرعوها بيناتهم، وفقط هو يحصل الشعب العراقي على فتاة، وحتى الفتاة ما موجود. نعم. على الشعب العراقي أخي أعطيك إياها من الأخير يعني بالعربي. نعم. والعراقي يعني نقولها. طيب. عليه ينتفض انتفاضة وعليه دك عروش الفاسدين في المنطقة الخضراء. هذا الحل الوحيدي. طيب. ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة هذه إحنا نقول بالعامية أو بالعراقي إحنا نقولها إحديدة عن الطنطل. هذه ما تسوي شيء. طيب. لأن هذه هي متواطعة ويا كل قادة الأحزاب. أخي إحنا لمسنا قعدنا وياها، وأنا أقدر أزود حضرتك بالمحاضر، إحنا لمدة 3 أيام اجتمعنا وياها بعمان. نعم. أقدر أزود حضرتك بالمحاضر وأنطيك إياها وتطلع عليها، حتشوف إنه هذه المرأة فقط تجلس للابتسامات وللأخذ الصور وللأخذ المقابلات فقط لا غير.
طيب. نعم حضرتك. دكتورة آلاء، يعني الكاظمي من قبل رتب لقاء لمقابلة جرحى الثورة، طبعا في هذا اللقاء أعطاهم وعود بالعلاج وبالتوظيف، وأنت من الناشطات في التظاهرات، هل من أخبار عن نتائج هذا اللقاء؟ هل تم فعلا ما وعد به الكاظمي للجرحى بالعلاج والتوظيف؟ أخي العزيز، أنا هسه أسألك سؤال بناء على سؤالك. أي شيء وعد به الكاظمي منذ تسلم منصب رئاسة الوزراء ولغاية الآن وحقق؟ أي شيء من مسرحية محمد ومحمود إلى مسرحيات اللجان اللي كان يشكلها، إلى مسرحيات القبض على ما يسميهم بالخارجين على القانون. أسألك بربك، العمليات الإرهابية التي تجري ضد الشعب العراقي بالدرجة الأولى، أنا ما يهمني شعبي وما يهمني الأمانة اللي حملت إياها الناس حتى أنقلها، وضد البعثات الدبلوماسية باعتبارها هيئات محمية دولية، ألا يرتقي أن نطلق عليهم تسمية إرهاب؟ لماذا الكيل بمكيالين؟ لماذا نسميهم خارجين عن القانون؟ وأين مكان من خرج على القانون؟ ألا يكون القضاء حكماً وإيداعه بالسجن عقوبة لما يقترفه من أخطاء بحق هذه الدولة وسيادتها وبحق شعبها؟ الكاظمي وعدهم بأعمال الثورة، ما كانت ثورة مطلبية. هذه ثورة إنسان يطالب بوطنه، وطنا اللي فقده، هويته اللي فقدها، هويته اللي ضاعت ما بين دول الجوار وما بين قوى الاحتلال اللي كل يوم بنشوف قوة جديدة تسرح وتمرح على أرض العراق. الموضوع مو موضوع زيارات للجرحى أو لأهالي الشهداء، أبنائنا ودمائهم ليست للبيع حتى نجي نوازيها بكم بشك مصرفي مقدار رقم معين. لا، أبنائنا أنطوا دماءهم من استعادة هذا البلد على الكاظمي وغيره أن يعوا ما تعني هذه الكلمات. هذه الثورة ليست ثورة مطلبية، هذه ثورة هوية، ثورة لاستعادة الهوية. فأساسا هو يعني صاروا الناس أنه ما أعرف، أنا بس أسأل سؤال واحد، أنه كيف من يكون بالسلطة ويرى نفسه عاجز تماما عن تحقيق أبسط الأشياء ويبقى بمكانه وما يحترم نفسه ويطلع؟ يعني وين يريدون يوصلون الناس؟ إلى أي مكان، أي مجال يريدون يوصلون الناس؟ تاريخ الشعب العراقي بالثورات العنيفة موجود، ما تخلونا نوصل لهالمرحلة، لأن الناس بعد ما عندها شيء بخسرة. طيب، أبنائنا راحوا، وسبق وأن قبل السيدة أم إيهاب الوزني اللي أقدم لها التعزية من هذا المنبر، إن شاء الله الله يحتسب ابنها مع الشهداء والصديقين، قبل السيدة أم مهند. نعم. طيب، اللي ابنها راح ضحية جرة الإذن. طيب دكتورة، أنت دعيني أنتقل إلى أستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، أم إيهاب الوزني أعطت للحكومة 40 يوم لكشف قتلة ابنها إيهاب الوزني الناشط في التظاهرات في محافظة كربلاء العزيزة، لكن حتى هذه اللحظة الحكومة لم تكشف عن قتلة ابنها. يعني هل الدولة عقيمة إلى هذا الحد في أنها لا تستطيع الكشف عن من قتل المتظاهرين بشكل عام، أم هي تعرف ولكن ربما تكون هناك مناورات سياسية غايتها طبعا الانتخابات؟ شوف، بالذات قضية إيهاب الوزني مختلفة عن بقية غير قضايا، لأن أم إيهاب قالت لهم فلان القاتل، قاسم مصلح، قالت فلان القاتل. فإذا الدولة لا تستطيع، لا تجرأ، إما ضعيفة أو متواطئة. طيب، مع قتلة المتظاهرين، أنا لأول مرة أسمع وأرى أنه اليوم منذ أكثر من سنة ونصف الشعب العراقي يقتل ولا قاتل واحد يلقى عليه القبض وأحيل إلى المحكمة، بس لجان تحقيقية، حتى لو يلقى عليه القبض يخرج معزز مكرم وجوز يعني اعتذار واحتفالات وخلال قد يومين ثلاثة. صحيح. وأثناء اعتقال هذا المتهم المجرم تقوم القيامة للإعلام الطائفي والمرتبط باتحاد إذاعات إيران،
والقانون وهذا مخالف للقوانين والدستور. هو أنت وجودكم دستوري حتى تتكلمون على اعتقال واحد مجرم دستوري؟ إيمو أكو مئات الآلاف قابعين بالسجون منذ سنوات ولم يحاكموا، صحيح. وعشرات الآلاف قتلوا داخل السجون وتتكلمون عن حالة دستورية؟ صحيح. هذول الناس يعني عايشين في حالة إما انفصام أو حالة هستيريا، لأنه أبداً مو طبيعيين ولا سويين. يتكلم لي عن اعتقال متهم والدة الشهيد، الضحايا ذوي الضحايا يقولون هذا هو الذي قتل وهذا هو الذي هدد، وهو باعتراف الشهيد إيهاب الوزني قال نعم. هذا الشخص هو الذي يهددني، يهددني. نعم. وقبلها علي شاسب وقبلها وقبلها والآخرين. أنا أقصد أنه الحكومة إما ضعيفة وإما متواطئة مع قدرة المتظاهرين. لا يعقل أكثر من 1000 شهيد ولا قاتل واحد، صحيح. لا يعقل أبدا، حتى لو يعني هؤلاء نزلوا من السماء إلا أن ألا يعرفونهم، طيب. مثل ما يذكر الذين هبطوا من السماء والذين صعدوا، نعم. ماكو شيء ما حدث، طيب. بالعالم أبدا. فهذا التواطؤ حكومي، مؤسساتي، منظمة أمم المتحدة، مجتمع دولي، الجميع متواطئ في قتل المتظاهرين والتستر على القتلة، وهذه الجريمة أبدا لن تسقط. طيب أستاذ علي، مثل ما تفضل الأستاذ حسين السبعاوي، يعني عشرات اللجان التحقيقية أقيمت من أجل معرفة قتلة المتظاهرين. طبعا المتظاهرين تقول الإحصائيات الأولية المبدئية، وطبعا ارتفعت فيما بعد، أن هناك ما يقارب 1000 شهيد وثلاثين 30,000 جريح. شكلت لجان تحقيقية، لكن حتى هذه اللحظة لم نلاحظ لجنة تحقيقية أقرت ووصلت إلى نتيجة معروفة على من قام بقتل المتظاهرين. شنو السبب برأيك أستاذ علي؟ نعم نعم أستاذ محمد، السبب هو واضح، السبب واضح، لأن هذه الطبقة الحاكمة في بغداد في المنطقة الخضراء، القابعة في المنطقة الخضراء، هم قتلة الشعب العراقي. أنا أريد أعقب على نقطة ذكرها الأخ سبعاوي، نعم. ينطي شرعية يقول هذول حكومة. أخي هذول ليسوا بحكومة. مفهوم الحكومة تأتي لتنمية البلد، تأتي الحكومة لتنمية المواطن، تأتي الحكومة لتنمية الاقتصاد. أخي هؤلاء ليسوا بحكومة، هذولا مجموعة قتلة اجوا بقوة السلاح الأمريكي الإيراني، هذولا ليسوا بحكومة. أخي السبب واضح أخي محمد، هذولا هم من يقتل الشعب العراقي. يعني إحنا نسينا بال2006 من كانوا يدخلون في الأحياء، أحياء ما أريد أتلفظ فيها، يفجرون مساجد ويروحون على أحياء ثانية يفجرون حسينيات. هم هذول نفسهم أخي، هم هذول نفسهم الآن اللي بعض يعني مثل الأخ السبعاوي ينعتهم بالحكومة أو بالدولة العراقية. أخي هؤلاء ليسوا بحكومة، هؤلاء على الشعب العراقي وعلى كل عراقي شريف ينعتهم بالقتلة المأجورين، العملاء للفرس أستاذ علي، والمحمين من الطاغوت الأكبر خامنئي. أستاذ علي، اللجان التحقيقية ليش ما طلعت بنتيجة؟ ليش ما قالت المتورط في قتل المتظاهرين هم هاي الجهة؟ ما السبب في ذلك؟ ليش يعني ليش تسكت؟ هذا الصمت. أتحدث لحضرتك، هم القتلة، هم الأحزاب قتلة، يعني حزب الدعوة قاتل، تيار الحكمة قاتل، الصدريين قتلة، يعني شلون هم نفسهم القتلة؟ هم نفسهم حضرتك بالدولة، يعني هسه وزارة الصحة المن للتيار الصدري، حزب الدعوة مكوش على الدولة العراقية كلها، هم نفسهم أخي يقتلون، هم نفسهم هم قتلة. الحشد الشعبي هذا الحشد الشعبي، الحشد الطائفي، هذا أكبر مؤسسة قتل في العراق، يعني تتصور هم هذول أخي قتلة هم نفسهم قتلة، يطلعوننا بقوط وبدلات، وهم ذولا نفسهم يقتلون شبابنا، قتلوا شبابنا في تشرين المباركة، وهم نفسهم مستمرين في قتل الشهيد الوزني، الشهيد الهاشمي، صلاح العراقي، هم هذولا أخي نفسهم سجاد العراقي. نعم. طيب
دكتورة آلاء، الكاظمي حاول مرات عديدة بلقاء أم الشهيد إيهاب الوزني، لكن والدة الشهيد رفضت لقاء الكاظمي وقالت بأنه لا وجود اللقاء قبل الكشف عن قتلة ابنها إيهاب الوزني. ليش هذه الاستقتال وهذه الاستماتة من قبل الكاظمي في لقاء أم الشهيد إيهاب الوزني؟ ما السبب في ذلك؟ عملية شراء ذمن لا أكثر ولا أقل، محاولة من عنده لإثبات صوته حتى لا يوصل للرأي العام، لما شاف خصوصا بعد الموقف اللي صار بينها وبين رئاسة الأمم المتحدة، مروها بالشارع وكيف تصرفوا معها بطريقة سيئة جدا، وهم يعرفون كل الزين أنه الشعب العراقي مثل ما قال أخي فاضل زميل الغيبك أنه الأرض والأم مقدسين جدا لدى الشعب العراقي. فامرأة بهذا العمر تعامل بهذه الطريقة المهينة، هذه حاولوا بكل الوسائل، ربما تصور لهم عقلهم العقيم أنه يقدرون يستطيعون يشترون دماء ابنها بمبلغ جديد من المال. وهي تعرف حق المعرفة أنه لا هذه الحكومة والسلطة، أنا ما أريد أسميها الحكومة لأنه هي لا ترفع لأن تكون حكومة أساسا، لو حكومة حقيقية كان عرفت مسؤولياتها بحماية أبناء الشعب اللي هي صوبها إدارة مؤسساتها. لكن هي عارفة حق المعرفة أنه لا قدرة له على الكشف عن أي شيء، مثل ما لو طيوب يا أما شريك، وهذا عن طيب 90% الاحتمال أو متواضئ أو جبان، وهذا أيضا عن طيب يعني يزيد من احتمالية أنه هو متواضئ. هذا الرجل علينا أن نفكر مليا وأن نربط الأمور ببعضها. هذا اعتلى رئاسة جهاز المخابرات نفس الفترة اللي دخل فيها داعش إلى العراق. نعم. فأي جهاز مخابرات هذا اللي حضرته كان على رئاسته ولم يلاحظ دخول هذا التنظيم الإرهابي اللي بلمح البصر أسقط ثلث مساء ثلث العراق. نعم. أي نوع من التواطؤ مع الإدارة؟ طيب طيب دكتورة، نعم هذا بعدين عفوا تفضل. لا تفضلي تفضلي اكملي تفضلي. صار رئيس حكومة، رئيس حكومة يعرف يعني ساعة ما يريد يأجج الحرب الأهلية وساعة يريد يستعطف الجماعات المسلحة للتفاوض. انت عندك شعب مهدور دمنا كل يوم القتل آلة تتحن بيه، اي تفاوض بعد مع من؟ هل يوجد تفاوض مع ناس موجه السلاح الى صدور ابناء شعبك؟ باي منطق هذا اللي يكون؟ بعدين على ممثلة الامين العام، يعني هي عبارة عن ممثلة لامين العام لمراقبة اعمال التنمية وبرامج التنمية بالعراق، هذا الحجم اللي اكثر من حجمها ما خدته ليش؟ يوم تزور الفصائل المسلحة، يوم تجتمع مع رئيس البرلمان، يوم تروح لأحدى دول الجوار تتناقش الموضوع الانتخابات بالعراق. تريد تحسس يعني حسب الاعتقاد المراقبين، هي عندما تلتقي بالمتظاهرين، يعني هي استاذ حسين جنين بلاسخارت نزلت لساحة التحرير أيام التظاهرات، ولكن قالت لهم، يعني حتى تكلمت ويا واحد راكب توك توك، قالت له عادل عبد المهدي لا يمتلك عصا سحرية في موضوع التغيير الآني والوقتي. لكن أريد أسألك هنا أستاذ حسين، لو ردنا نتحدث عن مسألة التعويل على المجتمع الدولي، هل نتوقع في القريب العاجل إذا ما غيرت جينير بلاسخارت، هل نتوقع أن يكون هناك تفاعلا حقوقيا دوليا تجاه ذوي الشهداء من المتظاهرين؟ ومثل ما عادل عبد المهدي من وجهة نظرها ليس بيده عصا سحرية، كذلك احنا أن نقول المجتمع الدولي ليس لديه عصا سحرية. طيب. لكن تغيير جينير بلاسخارت أصبحت ضرورة وطنية، ضرورة للشعب العراقي، ضرورة للأمم المتحدة، لأنه هذه الموظفة الأممية ما هي إلا لإضفاء شرعية على الجرائم التي تنتهك في العراق. طيب. تمارس في العراق. هذه الموظفة هي غطاء لجميع الجرائم.
هي شرعنة للجرائم. هذه الموظفة هي ليست موظفة إنسانية في عملت في مجالات إنسانية حتى لا تعرف من القتلة ولا تعرف شيء في السياسة. هذه مرة عملت وزير الدفاع وممثلة الاتحاد الأوروبي في الناتو، يعني هي شخصية أمنية عسكرية سياسية بامتياز، فلا يمكن أن يخفى عليها مثل هذا. عندما يأتي ممثل متحدة ومن هذا النوع، بمعنى أنه لا يمكن أن تخفى عليه أي جريمة تحدث بالدولة العراقية ولا جريمة تابعتها أو طالبت بكشف المجرمين، هي غطاء. طيب لاحظ تواجدها أدائها مع الميليشيات، مع مؤسسات أخرى مشبوهة، مع جهات خارجية مشبوهة. هذه ليست مهام ممثل الأمم المتحدة، هذه ليست مهامها. مهامها هي وحدة الشعب العراقي، فض النزاعات بالطرق السلمية، دعم المؤسسات الإنسانية بالمجتمع العراقي. أنا أحسها متحدثة باسم الحكومة، متحدثة باسم الحكومة وباسم المجتمع الدولي لإطفاء هذه الشرعية. فتغييرها ضرورة. ثم أيضا من حق الشعوب أن تطالب بتغيير ممثل الأمم المتحدة، لأنه ليس لا منتخب ولا هو جاء بثورة، هو ممثل الأمم المتحدة اللي يساعد الشعب العراقي في المشاكل التي يعاني منها. ومن حق الشعب العراقي طالما وجد أن هذه المرأة منحازة فبالتالي من حقه أن يطالب. والمطالبات كثيرة، أنا عن نفسي كتبت مقالين عن هذا الموضوع، وآخرين كتبوا عدة مقالات، وناشطين تكلموا في القنوات التلفزيونية والإعلامية وموقع. كل هذا ألم يطلع عليه الأمين العام للأمم المتحدة ليجد أن ممثلته في العراق هي يعني جزء من منظومة الظلم ومنظومة سفك الدماء اللي تحدث في العراق ومنظومة الفساد؟ هذا لا يمكن. أستاذ علي الشعلان، يعني جنين بلاس خارت قابلت والدة الشهيد إيهاب الوزني، لكن حتى هذه اللحظة لا وجود لأي علامات تدل على أنه تحركت من أجل كشف قتلة المتظاهرين في العراق. ما السبب في ذلك؟ لماذا هذا السكوت وهذا الصمت الدولي؟ يعني أستاذ محمد، لولا مثلا احنا شفنا الكاميرات تناقلت شلون سيارات الأمم المتحدة ذهبت أم الشهيد الوزني الى سيارات الأمم المتحدة، وسيارات الأمم المتحدة تركتها وراحت، وهذا ما سبب إحراج لما يسمى المجتمع الدولي. فأرادت يعني تصلح الوضع، اجت جلست مع والدة الشهيد الوزني لأنه لسبب أنه أرادت تصلح أنه الأمم المتحدة مهتمة بقضية العراق ومهتمة أنه تلقي قتلت الشهداء من تشرين إلى هذا اليوم. فقط للإعلام أنا ذكرت لحضرتك أستاذ محمد، لا توجد إرادة سياسية حاليا لتغيير هذه الطبقة. إذا نعول إحنا كشعب عراقي نعول على المجتمع الدولي، لا توجد هذه الإرادة السياسية لتغيير هذه الطبقة الفاسدة الحاكمة في بغداد. زين، أكو انتخابات بشهر العاشر، تتفائل بهاي الانتخابات ممكن أن أكيد تؤدي؟ لا. أكيد لا أستاذ محمد. شتفائل مثلا هي نفسها من 2003 لليوم احنا نفس الوجوه. يعني هذول اخي هذول قتلة مأجورين جابهم الاحتلال الايراني، هذول ما حيقدرون يديرون دولة ويسوون دولة، ما حيقدرون. يعني اكيد لا، ما اتفائل على الشعب. طيب دكتورة آلاء، يعني موضوع دخول نقابة المحامين في العراق وأيضا مطالبتها بالكشف عن قتلة المتظاهرين، وأيضا أبدت النقابة تضامنها مع والدة الشهيد إيهاب الوزني، هل نعتبر هذه الخطوة ورقة ضغط جديدة على حكومة الكاظمي وعلى الميليشيات؟ يعطيهم الميليشيات من خايفين، يعني هم رئيس الحكومة يقولوا لا انتبه على بناتك لنقل، يعتقل لهم كم واحد من عندهم من عناصرهم يحطون صوره بالارض ويدسون عليها باقدامهم. نعم. راح يخافون من نقابه المحامين، ليش؟ هم هل قد عندهم احترام للنقابات والمنظمات المجتمع الدولي؟ هم مثل ما قال الاخ الكريم عباره عن عصابات قاتله ماجوره لا اكثر ولا اقل. هذول اذا كل صراعاتهم
الصراعات اللي بيناتهم حول النفوذ حول الاستحواذ بالمغانم وضحاياهم الشعب العراقي. فأي نقابة محامين أي عادي يعني هذول يعني يعني بالوقت الحاضر يعني ما أعرف شو أقول لك، إنه هم لو يريدون فعلًا يكشفون عن القتلة ويتخذون موقف جاد هذه يعني يدعون إلى عصيان مدني، تقفون إلى العصيان المدني حتى الحكومة تحس بنفسها هي أمام خطر شعبي حقيقي، فتضطر إلى أما الاستقالة أو إنهاء وجود يعني ممكن إنه لا مو نقابة محامين الوحدة ولا أكبر نقابة من العالم تقدر تأثر على هذولا، هذولا دايسين على الشعب رجلهم وطايدين مهم عندهم مصالحهم. نعم. أما ما صار أمام مع بعثة الأمم المتحدة اللي أنا أعتبرها الذراع القانوني لقوى الاحتلال هذه فهي اللي خلت الكاظم وخلت غير الكاظمي أمام هذا الحرج. أما بالنسبة للميليشيات اللي اخترقت الجرائم آخر همها. آخر همها يعني هي ما مستحية، هي تقول لك أنا هذول طالعين ضدي وهدفهم إنه الإطاحة بي أقضي عليهم قبل ما تقوى شوكتهم. طيب أستاذ حسين يعني ما مستحيين من أحد هم. نعم سأنتقل إلى الأستاذ حسين وأعود إليكم دكتورة آلاء. أستاذ حسين، سياسة إفلات الميليشيات وهي طبعا المتهم الرئيس بقتل المتظاهرين، هل تعتقد أن هذه السياسة سياسة الإفلات من العقاب ومواجهة المحاكم في العراق ربما تكون بسؤال جدلي أغرتها بارتكاب المزيد من الجرائم مثل القتل والخطف والتغييب القسري؟ تعتقد ذلك؟ يعني يعني من أمين العقاب أمين العقاب أساء الأدب، فهذول الناس يدركون أنه القضاء العراقي المحلي لا يجرؤ على محاسبتهم. نعم. والقضاء الدولي غض الطرف عنهم فبالتالي يتمادون في هذه الجرائم. طيب. اليوم هذه الميليشيات أصبحت هي الحاكم الفعلي للعراق أو هي فوق القانون وليس خارج عن القانون. هذه كلمة الخارجين عن القانون، طيب لو فرضنا خارجين عن القانون ما الذي فعلتم اتجاه هذا الواحد خارج عن القانون؟ لا يوجد شيء، ما قاموا بأي شيء على أنهم مع العلم هم جماعات إرهابية بمعنى الكلمة، ما طيب. يقومون به هو عمل إرهابي. طيب. قتل ناس أبرياء لهدف طائفي أو لهدف ديني. نعم. واضح جدا. طيب. اليوم هؤلاء المجرمين ذولا أمنوا العقاب لأنه يدركون أن القضاء العراقي لا يجرى على محاسبتهم إن لم يكن متواطئ معهم، الحكومة لا تجرى على محاسبتهم. فهناك كثير من الدول الفاشلة تحكمها إما المافيا وإما أمثال هؤلاء. طيب. هذا نموذج الدولة الفاشلة عندما يكون القضاء معطل والقوى الأمنية متواطئة والحكومة القوى السياسية تغض الطرف أو تأتي بطريقة غير مباشرة، هذه القوى المجرمة هي التي توصل هؤلاء إلى سدة الحكم. وهناك نماذج في الدول العالم كثيرة مثل هذا. إذن الحاكم الفعلي على الأرض هي الميليشيات العراقية. طيب. وهي التي تتحكم بالحكومة والقضاء والأجهزة ومؤسسات الدولة البقية. من يجرى على محاسبتهم؟ لا أحد يجرى على محاسبتهم. فواحد يقول زين وما هو الحال؟ مجتمع دولي غاضى الطرف وقضاء لا يجرى على محاسبتهم وحكومة ضعيفة ومتواطئة. إذا لابد على الشعب العراقي أن يخرج في مواجهة هؤلاء ويستمر في هذه الانتفاضة لكي يسقطهم. اليوم حال اليوم لو نراجع العراق في 2018 وما قبلها واليوم في الوقت الحالي. طيب. كانت هذه الميليشيات لا يجرى أحد على الكلام عنها، هي تقتل ولا يجرى أحد أن يتكلم عنها. بينما بفضل هذه الانتفاضة اليوم قيادة هذه الميليشيات هي مهانة على مواقع التواصل. صحيح. طيب. هذا تحول. أستاذ حسين، هسه عندنا انتخابات بالشهر العاشر. نعم. طيب. تعتقد أنه يجب على إذا دخلوا المتظاهرين في هذه الانتخابات وأدلوا بأصواتهم سيعطون شرعية للحكومة، وإذا لم يدخلوا في مسألة الاقتراع يعني في مسألة التصويت نفس الوجوه راح ترجع،
نعم. شنو الحل باعتقادك؟ يعني شوف، احنا اليوم عندما نتكلم على انتخابات، اولا وفروا للشعب، خلي وفروا للشعب العراقي انتخابات حره ونزيهه ورقابه دوليه، انا ذاك الشعب العراقي سيتقدم الى صناديق الاقتراع. طيب. اما انه الانتخابات العراقيه هي مخالفه لكل الاعراف والدساتير العالميه والعراقيه نفسها المحليه، انت كيف تطلب من واحد ان يشارك في هذه الانتخابات سواء كان مرشحا او كان ناخبا؟ نعم. لا يمكن لأحد أن يتنافس مع واحد يحمل السلاح. طيب. لا أحد يستطيع أن يتنافس مع رجل يشتري ذمم الناس بالمال السياسي الفاسد. زين، هل هذه يعني شالت المفوضية وعالجتها؟ الجواب لا. وجود أي قوة ثورية أو سياسية معارضة تشترك في هذه الانتخابات هي تسقط شرعيتها وتعجز عن إعادة تنظيمها من جديد. طيب. لأنه أضفت شرعية على هذه الانتخابات. نعم. وأنها دخلت في اللعبة. بعض القوى ادعت على أنها أشركت بعض المتظاهرين. يا سيدي، هؤلاء ليسوا متظاهرين. هؤلاء أرادوا ركوب الموجة للوصول إلى هذا الهدف. وبعض القوى السياسية دست بعض رجالاتها حتى يقولون أريد حسن صورتهم. طيب. الأحزاب القائمة في العراق هي سقطت سقوطا سياسيا وشعبيا وتحولت إلى دكاكين سياسية. طيب لا تصلح لأي شيء. أستاذ حسين. نعم. أستاذ علي، بسؤالي الأخير لحضرتك بأقل من دقيقة، تعتقد أن حراك أمهات الشهداء ما هو إلا جدوى جديدة ستشعل نار ثورة تشرين من جديد؟ هل تعتقد ذلك بأقل من دقيقة لو تفضلتم؟ أعتقد أستاذ محمد يعني هي محاولة. نعم. يعني أمهات الشهداء الأبطال يحاولوها، بس أعتقد أداة القتل للأحزاب الحاكمة موجودة، وأي صوت يرفع أكيد هذا الصوت حيخمد. نعم. وما أكيد الشعب الأمهات هذني المفجوعات ما حيوصل النتيجة. أنا أشكرك من برلين المعارض السياسي الأستاذ علي الشعلان، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. دكتورة ألاء، بأقل من دقيقة لو تفضلتم بذلك، حراك أمهات شهداء ثورة تشرين، هل سيعطي زخما جديدا لثورة جديدة في العراق؟ هي فعالية حقيقة. نعم. ولا بأس بها أنه الأمهات يقودون هذا الحراك، لكن أنا أحب أقول لك أنه ثورة تشرين لن تطفئ نارها وستتأجج أكثر وأكثر، ربما بحراك أمهات الشهداء وربما بغيرها. أنا أشكرك دكتورة آلاء عبد اللطيف من بغداد الناشطة في التظاهرات، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أستاذ حسين، تعتقد أن هذه الحركة حملت مساندة ومؤازرة ذوي شهداء ثورة تشرين، هل ستعطي جدوى جديدة لحراك ثوري جديد في العراق قد يعيد لثورة تشرين يعني بهاءها وعظمتها من جديد؟ نعم، بالتأكيد. أنه أي فعل أو أي تصرف يزيد من زخم الثوري لثورة تشرين سيكون هذا الفعل نافع، خصوصا دخول العامل النسوي وبالتحديد ذوي الضحايا من أمهات وأخوات وزوجات الشهداء. أنا أدعو جميع زوجات الشهداء وأماتهم إلى الانضمام إلى والدة الشهيد إيهاب الوزني، ليكون رأي عام في العراق أنه هذه الدماء لن تذهب هدرا وسوف يحاسب القتلة اليوم أو غدا. تعتقد إذا ما عيد انتخاب يعني ذولا نفس الوجوه، تعتقد ستكون هناك ثورة ما بعد الانتخابات أستاذ حسين؟ سيد، الثورة مستمرة بأي حال من الأحوال، أجرت الانتخابات أو لم تجرى. طيب. أعيد انتخاب هؤلاء المجرمين. طيب. وهناك أيضا مجرمين آخرين يمكن ينتخبوا غيرهم. ليس وقفت فقط في هؤلاء. كم رئيس وزراء عندنا تغير؟ عدة رؤساء وزراء. صحيح. فهي القصة ليست في شخص ولا في حزب واحد. طيب. بل في منظومة كبيرة جدا. هذه المنظومة يجب أن تسقط حتى يكون هناك بداية مشروع سياسي جديد لوحدة العراق ولازدهاره وأمنه وسلامة أبنائه. أنا أشكرك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لحضوركم هنا في الاستوديو. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.